ظواهر طبيعية وليست معجزات، تعرف على أماكن لا تندمج فيها البحار. 14 مكانا رائعا حيث لا تندمج فيها مياه الأنهار مع بعضها البعض، ما لا شك فيه أن الظواهر الطبيعية من الموضوعات المهمة التي تثير الفضول لدى العلماء وجميع الناس. التقاء الأنهار، هذه الظاهرة الطبيعية فريدة من نوعها، تسحر من يراها، حيث تشعر عند رؤيتها أنه يوجد جدار فاصل بين مياه الأنهار والبحار التي ترفض أن تندمج معها. نقدم لكم في هذا العرض على قناة رقم 14 مكانا رائعا حيث لا تندمج مياه الأنهار والبحار. تشويا وكاتون في ألتاي، يعتبر مكان التقاء هذين النهرين مقدسا. عند التقاء النهرين يمتزج تياران كبيران من ألوان مختلفة، ولكن ليس طوال أوقات العام، لبعض الوقت تكون الحدود واضحة بين المياه العكرة والفيروزية. نهر جيالينغ ونهر يانغستي بالصين. في مدينة تشونغتشينغ تلتقي المياه الزرقاء الصافية لنهر جيالينغ مع المياه البنية الرملية لنهر يانغستي. نهر الأكناندا ونهر بهاجيراثي الهند، هذه الظواهر التي عجزت البشرية عن تفسيرها لعقود طويلة هي النهران الملتقيان، ولكن لا يختلطان ببعضهما البعض نتيجة لاختلافهما في خصائصهما. الهند وفي مدينة ديفيا براياغ تندمج مياه النهرين مشكلين نهر الغانج. منطقة البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي، يفصل تكوين صخري رقيق يسمى جسر النافذة الزجاجية المياه الفيروزية الخضراء للبحر الكاريبي مع المياه الزرقاء للمحيط الأطلسي. بحر الشمال وبحر البلطيق الدنمارك، يمكنك أن ترى في المدينة الدنماركية ظاهرة طبيعية فريدة، التقاء بحر الشمال وبحر البلطيق. على الرغم من أن البحار تتلامس، فقد ثبت أن مياهها لا تختلط. ريو نيغرو وسوليموس البرازيل، في البرازيل يمكنك أن ترى كيف تستمر مياه نهرين في طريقهما جنبا إلى جنب، في حين أن مياههما لا تختلطان ويحتفظ كل منهما بلونه الخاص. المكان الذي تلتقي فيه ثلاثة أنهار، الدانوب وإليتس وإن ألمانيا، ثلاثة أنهار تدخل مدينة باسوال الألمانية، لكن نهرا واحدا يغادرها سريعا، نهر الدانوب. نهر إليز هو تيار جبلي صغير نسبيا، في حين أن نهر إن هو نهر كبير جدا وهو أقوى من نهر الدانوب. الرون وأرف سويسرا، يمكنك رؤية التقاء نهري الرون وأرف في مدينة جنيف السويسرية. في هذا المكان يمكنك أن تلاحظ التقاء طبيعيا فريدا للأنهار الجبلية والتي تكون مياهها ذات ظلال متباينة. درافا والدانوب كرواتيا، تلتقي هذه الأنهار على بعد 25 كيلو مترا من مدينة أوسياك. جرين وكولورادو الولايات المتحدة الأمريكية، منتزه كانيون لاندس الوطني يوتا هو المكان الذي يندمج فيه نهر جرين وكولورادو. توبول وإيرتش توبولسك، نهر توبول هو الرافد الأيسر لنهر إيرتش وهو ثاني أطول نهر بعد إيشيم، يتدفق إلى إيرتش بالقرب من مدينة توبولسك. موزيل والراين ألمانيا، تظهر المياه الزرقاء الصافية لنهر موزيل مقابل مياه نهر الراين ذات اللون الأغمق. في القرن التاسع قبل الميلاد بنى الرومان قلعة عند التقاء نهر موزيل مع نهر الراين وأطلقوا عليها اسم كاستيليوم أبود كونفلوينس، والتي تعني القلعة عند التقاء النهرين. أسود وأبيض أراغافي جورجيا، في شرق جورجيا بالقرب من قرية باسانوري يشكل التقاء مجرى مياه نهر الأبيض وأسود نهر أراغافي. كيشا وبيلايا أديغيا، تبدأ أراضي المحمية الطبيعية التابعة لدولة القوقاز عند التقاء نهري كيش وبيلايا. من المثير للاهتمام أن مياه كيشي أكثر نظافة من مياه بيلايا، ولبعض الوقت تجري مجرى النهرين متوازية دون اختلاط.
متابعي قناة لكم، كانت هذه أماكن رائعة جدا، حيث تجتمع مياه الأنهار والبحار في مكان واحد دون أن تندمج، حيث إن لكل بحر أو محيط أو نهر أو أي بقعة مائية كثافة معينة لا تتغير حتى في حال التقائه مع مياه بخصائص مختلفة، فذرات كل منهما لا تندمج مع الأخرى. هل شاهدتم كهذه الظاهرة الطبيعية الغريبة في حياتكم من قبل؟ وهل تعرفون مواقع جميلة أخرى؟ شاركونا بها في التعليقات. إلى اللقاء في مقطع مقبل.